نعرف تفاصيل اكتر عن اعترافات المتهمين النهارده وقالوا ايه امام رجال المباحث. برحب على الهاتف بالكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث في اليوم السابع. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. ابرز اعترافات المتهمين النهارده امام المباحث. يعني النهارده المتهمين لم يجدوا وسيله للانكار، اعترفوا اعترافات تفصيليه باللي حصل. قالوا ان الهدف من اللي حصل ده كله كان الفلوس، انهم يجمعوا اكبر مبالغ ماليه. اختمرت في ذهنهم فكره انهم يصوروا مقطع فيديو يقولوا فيه ان تم العثور على يعني سحر وشعوذه في النجم الكبير مؤمن زكريا، واستغلوا وجود يعني مقابر اسره مجدي عبد الغني، وقالوا ان شخصيتين رياضيتين كبار معروفين بالمعنى البلدي كده الدارج هيبيعوا على السوشيال ميديا وهيجيبوا مشاهدات وهنعمل حاله من الدجل. وده من المبرر اللي بقى صعب ان يعني جدا ان تبرير فكره المشاهدات والترند والفلوس. بالفعل يعني للاسف عايز اقول لحضرتك يعني خبر صادم، للاسف جرائم كتير الفتره اللي فاتت حصلت تحت شماعه او مسمى الترند او ازاي اكسب فلوس. شاب عريس بيدعي اختطافه، طفل بيعذب قطه، يعني كثير من الوقائع الواهيه للاسف بطلها هو الترند وبطلها نسب المشاهدات، وكان الناس اصبحت مهووسه بفكره انها ازاي تحقق اعلى نسب من المشاهدات. هم المتهمين قالوا ان يعني احد المتهمين كان ساكن قريب من اقارب زوجه النجم مؤمن زكريا، وانه قدر بطريقه ما يتحصل على رقم هاتفه المحمول، وبعد يعني ما وضعوا السيناريو واشتروا ادوات النصب وعده النصب صوره الفنان وعروسه وبعض الكتابات. هم نفسهم قالوا احنا كنا بنعمل كتابات غير مفهومه، احنا نفسنا ما كناش نفهم بنكتب ايه. بعد ذلك اتصلوا بيه وحضر، بالفعل هو شيخ وحضر وتعامل الراجل بجديه مع الامر، لكن لم يتوقع ان الامر كله مجرد تمثيليه واهيه حتى يحققوا اعلى نسب من المشاهدات ثم الاموال. بعد الانتهاء من استماع لاقوالهم تم استدعاء النجم مؤمن زكريا في يعني استماع لاقواله ورؤيته، والاكد فيها ان هو يعني فوجئ في مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئ في مواقع الاخباريه بتنشر اخبار، وان هو تم الاتصال فيه من ارقام مجهوله واشخاص قالوا لي ان هم بيعملوا في مجال حراسه المقابر، وانهم عثروا على اعمال سحر تخصه لاصابته بالمرض وما الى غير ذلك. هو في بلاغات يا استاذ محمود قدمت الكابتن مجدي عبد الغني، اعلن ان هو قدم بلاغ في هذه الواقعه. كابتن بقى مؤمن زكريا قدم هو ايضا بلاغ؟ الكابتن مجدي عبد الغني بالفعل قدم بلاغ رسمي اتهم هؤلاء الاشخاص واتهم كمان اخرين مما اثاروا اسمه او استخدموا اسمه على منصات التواصل الاجتماعي الفتره اللي فاتت. لكن الكابتن مؤمن زكريا تم الاستماع لاقواله، وطبعا هو وجه ليهم العديد من الاتهامات اللي هي محل فحص وتحقيق وتدقيق من قبل الجهات المعنيه. حالته النفسيه كانت ازاي الكابتن مؤمن زكريا؟ لان الحقيقه ده اللي تلاعب يعني تلاعبوا بيه وتلاعبوا بنفسيته وباعصابه وفي ظل ظروفه المرضيه. يعني عايز اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا. انسانيا الكابتن مؤمن زكريا اتاثر جدا طبعا، يعني يمكن ده اصابه بحاله من الحزن اكثر من المرض نفسه. صحيح. فكره انه يتم التلاعب باسمه والتلاعب بمشاعره والتلاعب بفكره مرضه ده كان ليه وقع اثر مش كويس خالص على نفسيته، وهو الراجل كان مستاء جدا، بالاضافه ان هو حد يعني راجل منهك صحيا. صحيح صحيح بهذه الكيفيه. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث في اليوم السابع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا يا فندم والله.